شيخ صالح، قد أجد الطبيب، قد أجد كذا، قد أجد كذا، لكني لا أجد العالم بتلك الوفرة التي يتوفر بها غيرهم. هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع؟ لا شك في هذا، وكل ما تأخر الزمان فإنه سيقل العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، فهذا من علامات الساعة بلا شك، ولكن على المسلمين أن يتقوا الله حسب ما يستطيعون، وأن يحاولوا الاتصال بأهل العلم ولو كانوا قليلين بأي وسيلة من وسائل الاتصال. نعم، جزاكم الله خير.